زين هسه انتم المحاضرة يمكم بها سكرين، انتم عاد تشوفون هسه امامكم الشاشة. ايه استاذ واضح؟ نعم نعم استاذ ايه واضح. زين هنا هسه راح ناخذ محاضرة وهم راح اعطيكم واجب تحلوه، وبنفس الوقت المحاضرة عاد تسجل انزلها على اليوتيوب وابعث الرابط مالتها. الما موجود معنا ما حاضر ياخذ المحاضره مره اخرى، يعني يرجع يراجعها تسجيل موجوده. طلاب طالبه هسه بس انصتوا الي، الشيء اللي راح ناخذه طبعا اليوم هم شيء مهم نسميها ليزاجيكتيف ديموستراتيف، يعني اللي نسميها ادوات الاشاره. هتلاحظون هنا ادوات الاشاره، يمكن هسه تلاحظون اني السهم العد الشره مال الماوس اللي هي أربعة، يا استاذ نو زافون كاتر أجيكتيف ديمونستراتيف، عندنا أربعة أنواع من أدوات الإشارة اللي هي السو والسيت والسيت والسي. أول وحدة عندنا السو، هاي نستخدمها للمفرد المذكر، استاذ نو زوتيليزون سيت أرتيكل بور لو ماسكولا سانجولييه، للمفرد المذكر اللي هي هاي سي إي. يعني شلون عندنا ذس بالإنجليزي؟ فهوني مثال عليها، لاحظوا حتى كان موجود أمثلة عليها، مثلا شو نقول سو كرايون إيلون، سو يعني هاي السو، نقول سو كرايون، سو كرايون إيلون يعني هذا القلم طويل. فهوني ما دام الكرايون الاسم مفرد مذكر راح نستخدم معانه اسم الإشارة سو. ليش؟ لأن هاي نستخدمها أول وحدة مع الاسم المفرد مذكر، ثاني وحدة السيت نستخدمها مع المفرد المذكر اللي مبدوء بحرف الا، يعني مثل هاي الكلمه عندنا هذا الاسم مفرد مذكر ما دام الاو حرف الا، حروف العله نفس المال الانجليزي نفسها بالفرنسي كان اخذنا عليها، يضاف عليها الاش والواي. فهوني ما دام الاو حرف الا والاسم مفرد مذكر، انتبهوا ما مؤنث، فنستخدم هاي السيت. مثلا نقول سيت وازون فول، سيت وازون فول يعني يطير الطائر او هذا الطائر يطير. اما عندنا السيت اللي بها دبل تي او، يعني مثل هاي السيت، هاي نستخدمها مع الاسم المفرد المؤنث اذا كان مبدوء بحرف الا او مبدوء بحرف صحيح او نسمينه حرف ساكن. يعني شلون؟ مثل هاي نقول سيت اورلوج اي روند، سيت اورلوج هون الاغلوج الساعه الجداريه. طبعا الساعه الجداريه ما دام اسم مفرد مؤنث حتى لو مبدوء كان بحرف علّة، لان هذا الاش ما يلفظ قلنا عليه وحكينا عنه، نلفظ الحرف اللي بعده اغلوج، لاحظوا بس ما دام مفرد مؤنث حتى لو كانت مبدوء بحرف علّة، بس اشنو؟ لان الاسم عندنا مفرد مؤنث فراح نستخدم السيت. مثلا نقول سيت اغلوج ايروند، سيت اغلوج ايروند يعني الساعة، يعني الساعة أمامنا الساعة مدورة. هتلاحظون طلاب طالبات هتفهمون ايش عاد أقول إلا عيد. ويك إيه أستاذ؟ هذا سلام وايد. وين هو أبو الوي؟ على وايد تعيد أستاذ. انتبهوا معي، عندنا هون انتبهوا نسميها ليزاجيكتيف ديمونستراتيف اللي هي ادوات الاشاره. عندنا نو زافون كاتر جونغ ديز ارتيكل ديمونستراتيف، يعني عندنا اربعه انواع من ادوات الاشاره اللي هي السو والسيت والسيت والسي. هون عندنا السو اللي هي السي اي، هون هذا اسم اشاره يستخدم للمفرد مذكر، يعني الاسم لازم يكون عندنا مفرد مذكر. فهوني بعد الاداه نفرض هوني عندنا فراغ، ما دام جيتوا بعد الفراغ كرايون، هاي نسميها كرايون، ما دام هذا الاسم عندي مفرد مذكر فراح استخدم السو، راح يصير عندنا سو كرايون ايلون، سو كرايون ايلون. فراح اختار من هاي الادوات الاربعه هذه الاداه الصحيحه. ليش؟ لان عندي هذا الاسم كرايون اسم مفرد مذكر، راح يصير سو كرايون ايلون. اما السيت قلنا عليها تستخدم مع الاسم المفرد المذكر المبدوء بحرف الا، مثل هاي وازون، وازون ما دام اسم مفرد مذكر مبدوء بحرف الا راح استخدم السيت، تصير سيت وازون فول، سيت وازون، سيت وازون فول.
هذا الطائر يطير. أما السيتل بها دبل تي أو تستخدم مع الاسم المفرد المؤنث إذا كان مبدوء بحرف علاء أو مبدوء بحرف ساكن. مثلا عندنا الأغلوج اللي هي الساعة الجدارية، اسم مفرد مؤنث، وما دام مبدوء بحرف علاء فراح استخدم السيت اللي بها دبل تي أو أو دبل تي أو، فحصير سيت أغلوج اي روندو، وهذا ما تصليف مال فعل إيتر. سيت أغلوج اي روندو، هذه الساعة الجدارية مدورة. أما آخر شيء سي، هاي مبيني بنهايتها اس، فهاي تستخدم مع جمع بنوعيه، يعني إذا كان عندي جمع مذكر ومؤنث، زي من يقل لي أشون أعرف الاسم جمع بيش ينتهي الاسم أو تقل لي ينتهي بس أو إكس. لاحظوا اس أو إكس، يعني هون عندي الإيماج، الإيماج نفسه بالإنجليزي، ما دام كان انتهت بس إذا جمع راح أختار السي، سير سي زيماج أو سي إيماج، هذه الصور. أو هون عندي الوازون، لاحظوا وازون كان انتهت بإكس فراح أختار السي، سير سيز وازون. هتلاحظون جدا سهل. عندكم سؤال سيف سار؟ موجودين طلاب طالبات؟ اكو سؤال استفسار شيء؟ استاذ معك لا استاذ واضح، يعني واضحه جدا وسهله. راح نقرا الجمل اللي على اليمين، لاحظوا ايش حيقول. سوكريون اي كور، هذا القلم قصير. فهوني كريون هم ما دام مفرد مذكر نفس اللي قلنا عليها فراح نستخدم السو. لوازون ايش يقول؟ سيت وازون نو فول با، هاي النو والبا قلت لكم هي هاي طبعا ما اداه ما نفي، بوسطها يجي الفعل نو فول با، نو فول با سيت وازون نو فول با، يعني لا هذا الطائر لا يطير. ما دام وازون الطائر مبدوء بحرف الا ومفرد لان ما كان انتهى لا باس ولا اكس فراح اخلي السيت، فهذا معناته هذا الطائر لا يطير. نجي على الساعه، يقول الساعة مربعة. سيت أغلوج إي كاري. الأغلوج ما دام مبدوء العفو هوني ما دام الاسم هذا مفرد مؤنث. زين هذا الاسم مفرد مؤنث، أشون عرفته مفرد؟ أشون أنا عرفته؟ ما انتهى بإس ولا بإكس. ما كان انتهى لا بإس ولا بإكس، فراح أختار سيت من هذول الأدوات الأربعة. فصير سيت أغلوج إي كاري، هذه الساعة مربعة. هتلاحظون هالشكل جدا سهل. أما آخر أداة السي اللي قلنا عليها مباشرة، هاي استخدامه سهل جدا، من نخشع الاسم اللي بعد الفراغ إذا كان انتهى بإس أو إكس راح نختار إكس، نقول سيز إيماج أو سيز وازون أو سيك خيون هكذا. الأغلوج يعني الاسم المفرد المؤنث أو الاسم المفرد المذكر، من ينتهي بإس أو إكس هذا جمع، فراح نختار السي الصيغة جمع بنوعيه. مفهومي واضحة عندكم؟ نعم أستاذ. زين أستاذ قبل ما ننتقل على التمارين حتى أطالبكم بالواجب، عندكم أي سؤال استفسار طلاب طالبات حتى على الواجب السابق أو أي شيء؟ ماكو أي سؤال استفسار؟ استاذ بس سؤال أخذناه بها وبذيك المحاضرة كان. إيه. إيه على مود الاسموم صيغة الأمر. إيه سهل جدا. إيه. صحيح. أصلاً, 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 أصلاً هذا الموضوع كنا أخذناه نحن سابقاً. صحيح. استاذ بس سؤال واحد. أكو تجنبوا هذا الوحدة من النقاط التمارين تجنبوا المسيرة على العشب. إيه. إحنا خذها. أنتم لو نحن يعني الإضافة تكون O-N S لو E-Z لا راح أصير O-Z. ليش؟ لأن تجنبوا يعني معناته ايه. أنتم ما دقيقة ايه. ما بيني إذا مكتوب نتجنب بس إذا مكتوب فلنتجنب نتجنب. إذا مكتوب صحيح فلنتجنب
هون راح أصيغ بالنو، يعني راح نضيف أون. أيه. أما من تجنبوا يعني بالمعنى أنتم. زين. بيني واضح. راح تكون إيزي. زين زين. بعد. أوكي أستاذ شكرا. الباقي الباقي. طلاب طالبات الباقي أحد عنده سؤال؟ زين نجي على التمارين. ماذا معك؟ عندكم أي سؤال استفسار؟ طبعا هوني هي حل التمارين سهل جدا. لاحظوا هسه نجي أولا هسه أمامكم ظهرت والله بالي بعد أمامكم ظهرت. إيه أستاذ ظهرت. إيه أستاذ. أنتم بعدين ما تسحبوها رجعوا بالموبايل عندكم أكو تدوير هاي تعفوها قلبوها بالعكس راح تصير عندكم عدلي. التمرين لاحظوا هوني نجي على exercise. exercise معناتها نفسها بالإنجليزي يقول exercises يعني التمارين. التمرين الأول سهل جدا. أش عايز مني conjugate pesé 60 كيلو يعني صرف الفعل pesé اللي هو الفعل يزن. هذا الفعل فعل طبعا هذا فعل من أفعال المجموعة الأولى نصرفه مع جميع الضمائر. يعني نصرفه أش قصدنا مع جميع الضمائر؟ صرفه مع الجو مع التو مع الإيل والإل والأون والنو والفو والإيل والإل الجمع. أشون يكون تصريفه لازم أنت بتعفون. واضحة؟ واضح هذا التمرين وسهل جدا هذا الفعل. طبعا من أفعال المجموعة الأولى هذا فعل يزن. أشون عندنا فعل وايت بالإنجليزي. أستاذ ديم كلهم عايدوا بالاستفهام والنفي وال هو بعدين المثبت. تمام اسد عوفه عوفه هو انا راح اعطي كميه لعطيديها بس انا قبل كل شيء عرفتم شو راح نصرفه. بس ايش نعمل نحن؟ ما راح نصرفه مع جميع الضمائر. اول شيء نعطينه بالمثبت افيرماتيف يعني بالانجليزي نفسه عندنا الافيرماتيف. اول شيء نصرفه مع جميع الضمائر بالمثبت يعني أقول je pèse, tu pèse, il, elle, on pèse, nous pesons, vous pesez, il, elle pèse. نرجع بعدين ننطينه بالنفي يعني أقول je ne pèse pas 60 كيلوغرام نفي. وبعد أش يغيدوا؟ يغيدوا بالاستفهام. أنا طعيتكم مع الاستفهام أمين يعني أقول je pèse 60 كيلوغرام هل أنا وزني 60 كيلوغرام؟ بس أش أخلي؟ يعني دخلوا بالمثبت نفسهم راح نضعهم بالاستفهام بس أش نعمل؟ نضع بالنهاية علامة إيش؟ بالاستفهام استفهام علامة استفهام برافو. نفسهم بالمثبت راح نستخدمهم بالاستفهام بس نضع بالنهاية علامة استفهام يعني راح تصير طريقة النبرة. أما بالنفي لا، بالنفي لازم نستخدم النو والباب وسطهم الفعل. ولا تنسون تنزلون تكملة الجملة قبل كل شيء. هذا الفعل انتبهوا نضع مع جميع الضمائر فوق الإي إي هوني بعد البي نضع أقصى اتجاهها على اليسار بس مع النو والفو ما نضع الأقصى. بس مع النو والفو ما نضع الأقصى. هذا انتبهوا هاك التصريف يكون. وهذا فعل من أفعال المجموعة الأولى جدا سهل. زين هل هذا التمرين واضح اللي هو نصرفه بالمضارع مع جميع الضمائر وثلاث أنواع اللاعيد؟ طلاب طالبات يلا الباقي اسألوا بس دخشع. هذا وين يعني هاي المستحى عليش آية جدعان آية زياد واضح؟ هذا يريدون يعيد بس يستحون يسألون. شلون استاذ واضح يريدون تعيد
بس فايدة عيدها شوي. اش اعيد؟ ايه ما هي اعيد بس قولوا لي. صداع المثال اكسرسايز قلنا اياها هاي من الاول. اها لحظة لحظة علي هسه نجي التمرين الاول. نحن مثل ما قلنا سهل جدا. هوني كونجوغي بوزي 60 كيلوغرام، يعني صرف الفعل هذا اللي هو فعل يزن مع جميع الضمائر. يعني اشون عدا بالانجليزي دعوا اشون راح اشبه لكم اياه. اقلكم صرفوا الفيرب تو بي مع جميع الضمائر. اش راح اقول؟ اي ام. لاحظوا لاحظوا ايش قد سهل. اي ام، يو ار، هي از، شي از، اتس، وي ار، يو ار، ذي ار. واضح؟ واضح استاذ. هذا نفس العمليه صرفوا مع الجو والتو والنو والفو والعفو الايل والال والاون والنو والفو والايل والال الجمع. نفس العمليه وهذا فعل من افعال المجموعه الاولى، بس ايش نصرفه بثلاث انواع؟ راح نصرفه بالمثبت. يعني ايش نقول بالانجليزي بالمثبت؟ اي ام. زين، راح نقول بالنفي اي ام نوت. اما راح نقول بالاستفهام اقول اي ام ستودنت، اي ام ستودنت، هل انا طالب؟ ونضع بالنهايه علامه استفهام. هون هذا الفعل نفس العمليه، يعني راح اقول جو بيز 60 كيلوغرام، انا وزني 60 كيلوغرام. دغيد ان فيها اقول جو نو بيز با 60 كيلوغرام. دغيد اضع بالاستفهام اقول جو بيز 60 كيلوغرام، جو بيز 60 كيلوغرام، يعني انا وزني 60 كيلوغرام، واضع بالنهايه علامه استفهام. واضحه؟ واضح استاذ. واضح استاذ. مع جميع الضمائر جدا سهل. يعني هسه المفروض عن شرح شرحتونه من اخلص تحلون الواجب. زين، عندكم سؤال استفسار اعيد حتى قبل ما ننتقل على التمرين الثاني؟ لان راح ناخذ كواجب تمرين اول وثاني والباقي حتى تضبطون الموضوع اللي اخذناه، واقلكم اشنو الواجب مع الباقي اللي تحلونه. نجي التمرين الثاني. ايش حيقول؟ ميتي لي زاجكتي ديمونستراتيف، يعني ضع الصفات البرهانيه او ادوات الاشاره. يعني ادوات الاشاره اللي حكينا عليها الاربعه، السو والسيت والسيت والسي، نختارها حسب الاسم. يعني مثلا هياني، لاحظوا سو والسيت والسيت والسي. اجي على الفراغ الاول، أنا راح أحل أولاً والباقي أنتم مطالبين تحلوها لأن سهل جداً. فراغ ليفغ إي فيغ. أنا ما دام جيت بعد الفراغ ليفغ كتاب، وأول شيء مفرد لأن ماد نهايته إس ولا إكس، وثاني شيء مفرد مذكر، فراح أختار السو. راح يصير عندي سو ليفغ إي فيغ، هذا الكتاب لونه أخضر. جداً سهل، يعني فقط اختيارات بس اختارون اختيار صحيح. الباقي انتم مطالبين لازم انتم تحلوها. يعني بيه كم تمرين؟ يعني كم نقطة بيها؟ 1 2 3 4 5 وبيها ايضا 6 7 8. يعني هون عندنا 9، هون تقريبا عندنا 8 نقاط، 9 نقاط. هاي التسع نقاط تحلوها زين، يعني حتى انا النقطة اللي حليتوها ايضا تحلوها. واضح كلامي الا عيد طلاب وطالبات؟ واضح استاذ. واضح استاذ. واضحة وسهلة جدا. واضح استاذ. يعني اول شيء طالبين تدرسون ادوات الاشارة، تحلون مال التمرين الثاني مثل ما انا حليته هسه امامكم، وشون راح تعرفون الجمع من المفرد، انا كنت علمتكم هذا الشيء. وبعدها من تخلصون ترجعون تصرفون هذا الفعل بوزي، الفعل يزن، ثلاث انواع، المثبت والنفي والاستفهام، وتدزوا لي الحل على التليجرام او على الواتساب عادي، المهم تدزوا لي الحل. وبنفس الوقت المحاضره هسه اللي اخذناها راح انزلها الساعه على اليوتيوب، وابعث لكم الرابط ماله على المودل، وترجعون همين تعيدوها عادي.
يظل عندنا بقية التمارين هاي بعدين محاضرة الأخ، أنا فهمكم إيش راح تحلوها. عندكم أي إن شاء الله أي سؤال استفسار؟ استاذ vous avez des questions à poser؟ منو؟ زينب. أنا زينب. إيه؟ استاذة ما تريد الواجب يعني؟ هو إذا اليوم خلصتم ابعثوا لي، وما اليوم غدا، لأن تمرينين فقط. يعني كحد أقصى اليوم وغدا. إيه إن شاء الله أستاذ. إن شاء الله، بس انتبهوا. محاضرة من نخلص أيضا الحل مع التمارين الباقي بعد، أنا راح أفتح أي تمرين وأخلي أي طالب أو طالبة مثلا أنطي نقاط أو شيء تحلون أنتم معاه، يعني شوفوا أغالمو حتى دخش على طريقة الدراسة مالكم. عندكم سؤال استفسار؟ طلاب طالبات طلاب طالبات عندكم سؤال استفسار؟ استاذ vous avez des questions؟ زين تدرسون المحاضرة تراجعوها وتاخذون تسجيل من يوتيوب، وبنفس الوقت تبعثوا لي الحل على التليجرام او الواتساب واخشى على الحلول مالتكم. ايش وقت اخذ موعد استاذ؟ ما نحن حكينا هسه اما اليوم، بس المفروض اليوم او كحد اقصى غدا ما ازيد. تمام ان شاء الله. تمام زي ممثل الشعبة مالكم، ممثل الشعبة مالكم عبد الله وينه؟ والله ما أعرف أستاذ، يمكن نايم. نايم بالشغل. نايم أبو الشغل. هسه المهم الموجود عبد الله بن عماد ممثل ممثل الشعبة، الشعب كلهم حاليا نسيم. انتبهوا معي، نوف وحنان وغفران وأبو سامر هون، انتبهوا معي. أنتوا ترجعون اللي ما كله حق تابع المحاضرة، ما راح أدز الرابط على المودل، تاخذوه من اليوتيوب حتى مباشرة انتم ترجعون تتابعوها من على اليوتيوب، يعني يصير عندكم مراجعة ثانية. والواجب ينبعث اما اليوم او بكره. تمام استاذ ان شاء الله. ان شاء الله استاذ. دونك جو فو سويت ان بون جورني ان بون سواري، اتمنى لكم نهار سعيد وامسية سعيدة. او ريفوار. أهلا وسهلا بكم. أوه.